السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي على قناة المحترفة. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبك الفيديو لا تبخل بضغط زر لايك وتعليق محفز. فضلا ولسلامة تابعوا الشرح. اليوم معنا مجموعة صنابير فعالة جدا بدون تدخل منك. أول شيء لازم تروحون تسجلون في هذا الموقع، هذا إكسبريس كريبتو. هذه عبارة عن محافظ محفظة لجميع العملات، عملات فيها بعد الوافس وترون وريبل وستريس ونيو وكل شيء موجود. بنروح نشرح الحين الصنابير اللي موجودة معانا. معانا هذا أول موقع، طريقة التسجيل فيه سهلة جدا. يقولك يو اي دي حق الإكسبريس كريبتو، تحل الكاباتشا ولوجين. بنروح نجيب يو اي دي. هنا بتحصل يو اي دي، ننسخها كوبي كده. نروح على الموقع، حط هنا باست لوجين اند ايرن. تيجيك هاي الواجهة الموقع، بيقول لك يوم توصل هنا نعطيه ايرن اوتو كليم توكن. نروح نضغط عليها. هنا مسوي اصلا والايفنت حق الوينر اللي بيسوي اختصار الروابط كتير، ممكن تكسب. هنا باقي له 5 ساعات ويسوون السحب. بنروح اول شي على رول جيم، نضغط عليها. تيجينا كده رول، نحل الكاباتشا كده ونسوي رول. اعطاني 30 دقيقة. هاي 30 دقيقة نرجع للموقع، مثلا نروح على الشورت لينك، بعد نختار اي موقع نسوي له اختصار رابط، مثلا هذا فيزيت. بروح اختصره وارجع. بعد ما اختصرنا الرابط اعطاني 162 دقيقة. الحين بنروح على الواجهة هوم كده، بنختار العملة اللي راح نسويها. عندي حق في 2 بس، ما اقدر اختار كلهم، يعني بختار انا الوافس والاثريوم مثلا. ستار هنا، خلاص هو قاعد هو قاعد الحين بيجمع لي العملة بدون تدخل مني. بنخليه على جنب وبنروح على موقع تاني. معنا هذا الموقع شبيه بالموقع الأول، نحل كاباتشا ونحط اليو اي دي حق ال إكسبريس كريبتو. نحط التوقيت 2 مينوت، نختار العملة، في كذا عملة هنا اخترت انا الوافس وينها، ايوة كليم، نضغط على كليم وخلاص. نفس الشي نروح على ايرن اوتو كليم توكن، نختصر الروابط ونروح على رول جيم. مثلا هذه كل ساعة يعطيك حق تاخد 30 دقيقة بالمجان. بنحل الكاباتشا وبعدين نسوي رول، نفس الموقع الأول. بنحل الكاباتشا نرجع، هو نفس الشي أعطاني 30 دقيقة. بنروح على هوم وبعدين نشوف كيف. هنا نختار 2 انا مسويهم كده. بتسوي انت مثلا تختار بوت كوان ولا نيو، تيجي هنا تسوي كده، تضغط عليها عدد، يعني اللي راح يسوي لك عليهم الفوست، اللي راح يطرش لك عليها الفوست. هذا البالانس حقي 90 و 17000 وخلاص. بنروح على موقع تاني. هاي الموقع هذا مع هذا شبيهين لبعض. يلا بينا على موقع تاني. في هذا الموقع طريقة التسجيل فيه سهلة جدا، يوزر نيم باسورد، إعادة كتابة الباسورد وإيميل، وتحل كاباتشا وتدخل تعطيك هاي الواجهة. نروح على الداشبورد. هنا بيقول لك إذا تبغى تسوي الفوسيتات كلها موجودة لازم تكون الليفل 41. انا هذا الموقع تو تسجلت فيه، بيطرش لك على جميع العملات على الـ
اكسبريس اكسبريسيو هذا الموقع شو اسمه نساه هذا اكسبريس كريبتو بيطرش لك عليه بس عندك الحق الحين بس عملتين يعني هنا بيعطيك البات اللي تختارها في اتريوم في كل جميع اكس ار بي الوافيس انا دايما احب الوافيس والاتريوم لانه هذا اللي شغالين فيه حاليا وبنحل كاباتشا هنا يقولك اختار بيتكوين اختار وين بتخليها في البالانس ولا يحولك اياها على طول على الاكسبريس كريبتو واذا خليتها على البالانس تاخد 10% نخليها على البالانس احسن جمع في الموقع هذا نضغط على بيتكوين نحل كاباتشا ستار اوتو كليم خلاص هو قاعد يبعث لي على الولد هذا 4 ساتوشي على كل 2 دقيقتين و706 من عملة وافيس بنخليه هنا بيتجمع وبنروح على موقع تاني هذا الموقع كنت شرحته زمان في اول فيديو هذي هنا مش هذه هي واجهة الموقع غير تحط اليو اي دي حق الكريبتو هذاك المحفظة وبعدين تحل كاباتشا وبعدين تسوي شورت لينك واحد وبعدين تيجي هنا هنا كان عندي ساعة هو شغال بروحه كان 3 ساعات قبل الحين صار لي ساعة بنروح على الشورت لينك كده وعلى فكرة الرصيد بيروح على طول للموقع هذا للمحفظة هو قاعد خلاص يحول لي كل ما حول بيطلع الليفل 3 الحين وكل ما زدت في الليفل كل ما كان الدفع احسن بنحل مثلا شورت لينك اي حاجة مثلا هذه تعطيك 30 منت وهذه 30 منت كلها 20 منت تخلصهم في اليوم وتخليه شغال بروحه مثلا بنروح نختصر رابط الحين قدامكم نضغط على هذا بعد ما خلصنا اختصار روابط لواحد زادني ساعة كانت ساعة فقط الحين ساعة و31 دقيقة وخلاص واركنها على جنب وخليه يشتغل لوحده يلا بينا على شرح موقع تاني معنا هذا الموقع الصراحة أول مرة بدخل عليه بجربه قدامكم على الفصل توت سكرين ولو انه ما احب هاي العملة صار لها سنين ما ارتفعت بس تنفع في الرسوم حق اي شيء نضغط عليها بشوف وبرجع لكم congratulations your auto claim has been اعطاني ساعة تقريبا نيجي نضغط هنا وبنحل بنروح على اختصار رابط وبرجعنا للموقع وخلاص هو قاعد يبعث لي دوتش كوين بيخلص بعد ساعة نركنه على جنب بعد ونخليه يشتغل لوحده كل هذا المواقع حلوة يلا بينا لموقع تاني هذا الموقع شبيه الموقع الأول بنحط هنا اليو اي دي حق الكريبتو نختار العملة اللي نبغاها مثلا وافيس ستار كليمين نضغط عليها عموما هذا الموقع مش شغال خلاص نحذفه هذا كان شرحنا اليوم ان شاء الله اشوفكم في شرح تاني باذن الله انتوا ركزوا لي في هالاربع مواقع اللي راح اخليكم واذا في مواقع ثانيه بضيف على هذا الرابط اشوفكم على خير ومع السلامه